وما حد جاب ولا شيء من هذه الأشياء الثمينة. واحد اثنين ثلاثة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. اشتقنا لكم اليوم، التحدي رهيب إن شاء الله بيعجبكم. متحمس والله متحمس. ساعد خلف الكاميرا هذه. نعم يا شباب أنا هنا المرعب. مرعب أنا يا حبيبي. هذا صفر تحدي القبلة. تخيل طيب لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناة. تكفون حطوا لايك ما يضرك، ضغطة زر يا اخي ضغطة يا اخي. شوف انا اتحداك تضغطها باصبعك الرجل هذا الكبير. لايك واشتراك في القناة، قربنا من 5 مليون مشترك. طيب فكرة التحدي اليوم رهيبة، كل واحد بيجي دوره. عندنا هدايا زي ما تشوفون. سعد اشرح لهم فكرة التحدي. فكرة التحدي عندنا الحبل هذا. اوكي الحبل هذا مطاطي، شخص من هنا وشخص من هنا يمسكون الحبل ويمسكون الحبل وانت تدخل كذا. أيوة. والحبل هنا فهمت؟ تحاول تصيد المية ريال. عندنا هنا 10 ريال وسماعات وشوكولاتة ومية ريال جوال. وجوال يا ترى. لكن كالعادة أرحمكم قبل كل تحدي لأني راح آخذ كل الصفة. بالله عليك تكفى. اسخف هالكلامه وشوف النهاية. أوه. طيب رجال. بالنهاية 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 مع. طيب اسمع اسمع ترى دايما طقر خشينا افوز. والله لا صادق بس اسمع. فكرة التحدي بنلعب اول جولة بس الحبل، الجولة اللي بعدها راح نحط صابون وموية هنا وانت وقوتك وحبل حبل. مع حبل. اوه يعني حلو. الامور خليها صعبة. حلو ابيها صعبة عليك. مستعدين؟ مستعدين. اول واحد راح يكون دحوم. والله متحمس دحوم. طبعا دقيقة، عندكم هذه الهدايا قدامه، عندك محاولتين، اوكي؟ كل واحد له محاولتين في الجولة الواحدة. بالله؟ ايه. شربي هذا إذا مشى. ناوي؟ وشعري ناوي. طيب هذا حط مخدة هنا عشان ما يوجع. يلا دحوم، فكوا لي شوي عشان يوجع. واحد، اثنين، ثلاثة. قولوا يمشى. والله ما يروح. والله ما يروح، ناوي. واحد، اثنين، ثلاثة. ما يروح. والله ما خلاك يروح. صد صد صد. الآن دور عبد الله. أقولها على الشباب ما يروح. شوف بمشي أنا كذا. شوف بمشي أنا كذا. تعال يلا بس. يلا حط مخدة. واحد اثنين ثلاثة. ارجع 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 شرب ذا. والله ما يروح والله. عبدالله عبدالله اسمع، تبي نصيحتي؟ اذا شدت معك اعطى قوه زياده وامسك الشيء. تتحدى جيب 100. يلا اتحداك. يلا توني. يلا يلا. واحد اثنين ثلاثة. لا 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 لا. هذا سحب دحوم. والله انا اوريكم. طيب الان دور سعد. اي شباب ترى حاقد عليكم، انتم لا تخلون يروح. اوكي من وجهك. يلا سعد. عبدالله عبدالله تكفى. ايوه ترى والله سعد بيشد. الله يا رب. يلا واحد اثنين. لا لا ارخى شوي عاد وش دعوة. يلا واحد اثنين ثلاثة. بيروح شدينا بزيادة ذولي. طيب الحين الجولة الثانية لسعد. شوف وما حد جاب ولا شيء من هذه الاشياء الثمينة. خلونا نشوف. واحد دحوم تكفى. واحد لا 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 شدوا له. واحد اثنين ثلاثة. نوب. والله شديته. والله شديته. يس والله اني شاكر. اسمع اسمعني اشدك. ها يلا داري داري. والله كنت قريب من صراحة. والله شوف اوعدهم الجولة الجاية اذا ما جبت 100 وسحبتها بدلهم ما كنت سعد. الان دوري دور سعود. يا شباب شدوا عليه. واحد اثنين ثلاث. وش ذا؟ حس فيه حس. والله وش ذا؟ اي شاد هذا شاد. ثلاثة. كفو يا ابوي عبد الله. ما فيه وش ذا؟ طيب الى الان ما حد جاب شيء. والله اللعبة صعبة شوي. ما توقعت كذا صراحة. ما زالت الأشياء موجودة. والآن الجولة الثانية دور دحوم. يلا واحد اثنين ثلاثة. ثلاثة. أمس بس أمس. خلاص أقف. طبعا اللي تعدى مرة ثانية نسحبه من هنا عاد. أعلمها
اسحبه. عبد الله. يا واحد اثنين ثلاثة. يا شيخ ارجع والله ما يروح على الشرف فيه. يلا يلا خلينا دحوم انسحب مع عبد الله. الله طقطق عليك يا ولد. ارخل ها كذا بيت. يلا واحد اثنين ثلاثة. طيب الان الجولة الثانية لسعد. سعد تكفى والله ما حد جاوب وش التحدي ذا. والله سعد ناويها. يلا 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 عد بس. واحد اثنين ثلاثة. واحد اثنين ثلاثة. يا سعد المرحلة الأخيرة لك. يلا واحد اثنين ثلاثة. To infinity and beyond. Hey what happened? ليه؟ أنا سنيك يا صغادة. ليه؟ ليه؟ ترى والله مخير. وخر بس راح دف منك. يلا والله خلي 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 وخره يستاهل. هو اللي جابه. هو اللي جاب الشوكولاتة. هاي ستار اول واحد جاب الشوكولاته. والان دور سعود. وش ناوي عليه يا سعود؟ 100 ريال باذن الله. 100 ريال. يلا اوه لو لو اسوا. والله كفو كفو يا سعود. والله كفو. ايه ايه خلاص لا بس ما حد يقف في شنب هنا. يلا يلا يلا. والان الجولة الثانية. واحد يلا يا سعود. يلا اثنين ثلاثة. لا 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 كفو يا سعد. والله كفو. انا اي اس 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 انا خليه بس يروح اقوله. الان دور دحوم. يلا يا دحوم شدوا عليه. واحد اثنين ثلاثة. ايزي والله انك تهرب. والله على 100 وتجيب ال 100. والله والله راح مني كذا. طيب الان راح نصعبها ونحط صابون. هذه لعبتي. يا سلام يا سلام يا سلام. طيب الان زي ما تشوف ان الارض مويه وصابون. يا وين احنا ما راح نشد بقوه. اوكي يا صابون اصلا مو على كيفك. اصلا انت فيك صابون تشد ولا ما تشد ولا تروح. واحد اثنين ثلاثة. وشو؟ لا لا. انت عمزة ثلاثة. روح. تكفى. اسحبوه يا شباب اسحبوه. الله لا كنت تكفى. اخر محاولة. يلا الان دور سعد ونشوف. واحد. اثنين ثلاثة. ايوه. ما خلص ما خلص. طاح طاح روح روح روح. ما يسلي. لا 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 عندك طاح شيء صعب يا اخي. شلي فاضي لنا. يلا ساعة مرة ثانية. واحد اثنين ثلاثة. خلو 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 روح. لك عمل لك عمل. بس طق العنكبوت. روح روح سامحين لك. ارجع ارجع ارجع. اوكي طقطق عليك والله يا زين. طيب الان دوري. اوكي شوف شد شد واحد اخوي شوي على الشباب. واحد اثنين عطى عطى شوي ثلاث. كفو سعود كفو خربتنا كفو وعليه هد هد ارخي شوي ويصير ثلاثة. روح يا سعود روح روح. ارقد 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 بس ما خلصت دورتي. ما خلصت ما خلصت. كفو عبد الله. واحد اثنين ثلاثة. سريع سريع سريع. سعد سعد عطني شوي. خلو 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 خلو. اوه ايه لا لا راح ما يصح ما يصح ما يصح. والله اللي بكها. يلا عبد الله محاولة واحدة. اصبر اصبر استعجل. ارجع محاولتك. لا لا ارجع. واحد اثنين ثلاثة.
ايوه والله ما تبغى ايوه ايوه قرب 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 مرح 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 يس دقيقة انا بتفاهم مع واحد سباقني كم سباقني كم تفاهم معي ذا حبيبي ما يدري ما تدري انت هو صدق يلا يلا طيب باقي 10 ريال والجوال هناك ونقول بسم الله يا سعد خير صارخ والله يا حبيبي جوالي مو هنا والله اني غايب الشنب ذا مو على الزار ازعجنا الشنب ذا انت اي تو طالع لك شنب زمان قبل اول ثانوي يلا واحد اثنين ثلاثة اوه لا يروح لا يروح لا يسدحهم شيء تستاهل والله وش فيك خربت اللعبه طيب ايه قم قم بس تستاهل والله خذ الجوال ترى منك منه والله منك ايه ما يبي الجوال ها ما تبي الجوال عرف اذا ما وصلت فيه ها والان دور سعود ترى يعني شوف لو تمشي وتطيح ترى ما في الا عشره سعود عشره اشرب فيها مويه وغسل فيها دي يلا يلا اثنين ثلوث عشرة ما تروح طيب الله الحمد لله عشرة طلعت الجيم من التحدي دائما التحديات ما اجيب شيء يلا يلا ما وصلت ايه مبسوط ذا عشان الجوال والله ايه الا لو ذا كان انت ربحت شيء؟ لا ايه ربحت شو ربحت؟ والله ربحت بس ترى الجوال ها؟ بعض الناس ما ربح شيء وش انت ربحان شيء؟ ربحان سماعة طيب اتمنى التحدي هذا اركض انا بمسك اخوي يزلق اتمنى هذا التحدي عجبكم اذا عجبكم لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناه ونشوفكم ان شاء الله في التحدي الجاي